أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة العراق اليوم للحديث عن دعم منظمة أم القرى للإغاثة دعمها للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. ينضم إلينا عبر الهاتف المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور، كيف تصف لنا الأجواء في ساحة التحرير أثناء تواجدكم بين المتظاهرين من حيث معنوياتهم بعد أكثر من شهر ونصف على اندلاع ثورة تشرين؟ نعم، في الحقيقة يعني هذه جاءت الزيارة والمبادرة من منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية تضامنا منها مع المتظاهرين السلميين والمعتصمين في ساحة التحرير، فقدمت لهم الدفعة الأولى من الملابس التي تتناسب وحاجتهم، حاجة هؤلاء المعتصمين، نحو من 500 قطعة من الملابس. هناك حيث يرابط المئات أو الآلاف من الشباب ومن مختلف المحافظات العراقية. هؤلاء الشباب في الحقيقة كثير منهم لم يفارق ساحة التحرير منذ بداية انطلاق التظاهرات الأخيرة في بغداد، فإن اكتفوا من الغذاء والدواء إلا أن المنظمة من خلال زياراتها ساحة التحرير والوقوف على حاجاتهم المختلفة ابتدأت المنظمة أن تجهز حملة خاصة للملابس للمعتصمين هناك، والذين هؤلاء من لازموا المزيد في المطعم التركي أو ما بات يعرف بجبل أحد. نعم. حقيقة فيما يتعلق بجوانب الصور الجميلة أو المعنويات المتظاهرين والمعتصمين، نعم، أجمل ما تشاهده عيناك وأنت يعني تتجولين في ساحة التحرير هو هذا التعاون والتكاتف والتلاحم بين المتظاهرين والمعتصمين هناك وبين كل فئات المجتمع العراقي كبارا وصغارا ورجالا ونساء في صورة رائعة حقيقة من التلاحم، والكل يلهج باسم العراق وحب الوطن. ترى يعني هناك نوع من التنظيم والانضباط العالي لدى هؤلاء المعتصمين في هذه ساحة التحرير. رأيناهم يقفون في طوابير لاستلام مثلا وجبات الطعام الكثيفة. نشاهد كذلك الكثير يعني من الامهات العراقيه وهي توزع الفواكه او الحلوى على المعتصمين في ساحه التحرير. هناك ايضا من الصور المعبره والمؤثره حقيقه شاهدنا بعض امهات الشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرات، وهن يشددن على ايدي رفقائهم المعتصمين المرابطين في هذه الساحات في صور عالية من الثبات والتضحية والصبر والمصابرة، وهذا في الحقيقة ما يقوي من عزيمة هؤلاء المتظاهرين في الاستمرار بمطالبهم السلمية. وبالتأكيد من يشاهد هذه الصور عبر الكاميرات ليس كمن يراها هذه المشاهد الباعثة على الفخر ماثلة أمام عينيه كما يقال ليس رائع كما استمع. نعم نعم دكتور، هذه الحملة تأتي ضمن حملات منظمة أم القرى الكثيرة لإغاثة المظلومين والمهمشين ومن سلبت حقوقهم في مختلف المدن العراقية. هل لك أن تطلعنا عن تفاصيل أكثر عن نشاطكم تحديدا في بغداد؟ نعم، هذه في الحقيقة الحملة كما ذكرت آنفا لأنه جاءت نتيجة استطلاعات وزيارات ميدانية لساحة التظاهرات والمعتصمين في ساحة التحرير، واطلعنا على ما يحتاجونه. كنا قد جهزنا في حملات صغيرة سابقة لم يعني من ما يتعلق ببعض المواد الطبية والتجهيزات الطبية للمصارف الطبية الموجودة ضمن الساحة، لكن هذه كانت أكبر حملة يعني تجهز منظمة خاصة بالمعتصمين في ساحة التحرير. كانت هذه عبارة عن ملابس يعني تتلائم وطبيعة حاجة هؤلاء المعتصمين في الساحات الذين يبيتون ليالي طويلة منذ بداية أكثر من 20 يوم. فجاءت هذه وهي الدفعة الأولى، ممكن أن تكون إن شاء الله هناك دفعات أخرى قادمة إن شاء الله. هل هذا يعني أن المشاريع المقبلة ستركز على دعم المتظاهرين سواء في بغداد أو المدن الأخرى؟
بالتأكيد نعم، هذا يعني هذه من أولويات اهتمام المنظمة. هناك بعد إنساني في قضية التظاهرات يعني في المعتصمين، هناك هم بحاجة كثيرة إلى الدعم، فحيث نجد هناك حاجة للدعم من خلال دراسة أوضاعهم وحاجتهم، نحن إن شاء الله المنظمة تتقدم بتقديم الدعم لما يحتاجونه في الأيام القادمة بحسب ما نراه مناسبا في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية دكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف.